طيب وصلنا الآن للجزء الرابع من إن نتعلم بالمالتيبل كوانتيفايرز. هذا الجزء بيعطينا بس هو مثال وهذا اوبشنال مش موجود بالكتاب. هذا المثال بناخذه في مادة الارتفيشال انتليجنس. بتذكركم شغلة، احنا اخذنا في شابتر 2 البروبوزيشنال لوجيك، واخذنا في اخر سكشن كيف نستنتج. تذكرين مثال النظارات والنظاراتي، اخذنا واخذنا كيف نستنتج. لاحظوا اخذنا بعدين الفيرست اوردر لوجيك سكشن 1 2 وهاي عندنا 3. اخذنا كيف نستنتج بالفيرست اوردر لوجيك؟ لا ما اخذنا. بدنا ناخذ؟ لا بدناش ناخذ. طب ليش يا استاذ؟ لانه بناخذها في ماده الذكاء الصناعي، كيف نستنتج باستخدام الفيرست اوردر لوجيك. طيب شو المثال اللي بتستخدموه عشان تستنتجوا بالذكاء الصناعي اللي هو هذا المثال؟ هلا بقول لكم بدنا ناخذ هذا المثال، هذا حكي بدنا نحوله لفيرست اوردر لوجيك. بس هلا لما ناخذ ماده الذكاء الصناعي من هذول نعمل استنتاج، بس هناك الاستنتاج الجوريثم سموه ريزوليوشن لكم او باكورد وفورورد تشيننج. هلا هذا المثال انا عاده بحلوش بالتفصيل، بس بعطيه على اساس الطلاب يتدرب. بقول القانون بيقول شو بيقول القانون؟ انه it is a crime يعني جريمة لأي أمريكي إنه يبيع أسلحة to hostile nations للدول للأمم المعادية أو الدول المعادية. يعني هاي الجملة شو بتقول؟ جريمة على أي أمريكي إنه يبيع أسلحة لدول معادية أو أمم معادية. طيب بعدين بيقول the country نونو، في دولة اسمها نونو وهي عدوة أمريكا يعني هوستايل برضه، has some عندها صواريخ، has some missiles عندها صواريخ، وكل صواريخها انباعت لإلها من واحد اسمه كولونيل ويست، يعني الجنرال أو الكولونيل ويست وهو أمريكي. طبعا مثال في ماده الذكاء الصناعي بعدين نقول اثبت انه هو مجرم حسب هذا القانون. هلا انتم هون للتدريب، بس ايش بتروحوا تساووا؟ تاخذوا هذول الجمل، وبدي كل هالجمل هاي تتحول ل first order logic. يعني مثلا بنقول it's a crime for an American to sell weapons to hostile nations، يعني for all x y z American X weapons Y. يعني لو عندي إشي واحد أمريكي وعندي weapon سلاح وعندي حدا hostile يعني يعني سيء، و X باع Y لhostile، هاي شايفين كمان شيء، هاي X باع Y لا Z، معناها بيكون إيش؟ X is criminal. مش هاي الجملة وهاي الجملة هم نفسهم؟ نفسهم نفس الشيء. طيب نونو has some missiles. نونو عند، لاحظوا اني انا ما بترجم حرفيا. The country نونو an American of an enemy of America has some missiles. طلعوا كيف بتصير هذول الجملتين بعبرين عن هذه هناك. Nuno has some missiles. There exists X
نونو اونز اكس. نونو اونز اكس. نونو اونز اكس. اكس طبعا لحد الان ما عرفناش شيء هي، بس ما قلناش نقدر نقول there exist x تنتمي الى missiles، وبعدين such that نونو اونز x، او بقدر احطها بالطريقه هذه بدون ما احط التنتمي. خلاص x is missiles ونونو اونز missiles، some missiles عند بعض. All of its missiles were solved by Colonel West. يعني كل الأسلحة اللي بتملكها نونو، all of its missiles، missiles صواريخ، كل الصواريخ اللي عند نونو هي مالها سيلز اكس ويست، ويست سيلز اكس، هذول الصواريخ اكس الصواريخ تو نونو. طيب ميسايلز ار ويبنز. هلا هون ضمنيا مش هاي مش محكيه، بس ضمنيا محكيه انه الصواريخ هم اسلحه ضمنية محكية. فهي شو معناها؟ missiles are weapons. يعني for all x if x is missile معناته بيكون ايش؟ بيكون weapon. بيكون weapon. هذا اللي بدنا نلعبه. كل من اذا كان اشي له صفة انه missile بيكون انه هو weapon. طيب an enemy of America counts as hostile. هاي برضو ضمنيا مكتوبة، يعني أي دولة عدو لأمريكا بيعدوها hostile. For all X إذا X is enemy of America معناته X hostile. طيب بعدين في جملة بتقول West، هذا الكولونيل West هو أمريكي، كيف بعملها ها؟ ولا إشي هيك بس، يعني زي ما أقول إيش مثلاً أحمد بيرسون أحمد، بيرسون أحمد شو معناها هاي؟ معناها إنه أحمد إز بيرسون، وكون ويست إز أن أمريكان. طيب وبدي اقول the country nono an enemy of America معناته nono an enemy of America. بس هاي بس للتدريب، حطيت مثال من الاي اي اللي بيستخدمه هناك، بس عشان للي بده حد يتدرب تدريب على الفيرست اوردر. ما فيش اي شيء ثاني بدي اقوله. هذا المثال اوبشنال اللي بدوش حلو بلاش، بس انا بعرف فيكم طلاب كثير شاطرين وبدهم هيك شيء تشالنجينج يعني، فهذا مثال تشالنجينج للي بحب يزيد. وهذا